أهلا بكم. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب احترافي على برنامج وورد بدقائق معدودة. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نضيف الباك جراوند الخاصة بالكتاب من خلال إدراج صورة، وطبعا من ثم لابد أنه هذه الصورة نعمل لها التفاف النص وراح تكون خلف النص، ومن ثم طبعا راح نكبر الصورة على كبر الملف. طيب، ومن ثم من قائمة إدراج صورة أيضا راح نضيف هذا الشكل طبعا، وطبعا راح نعمل هذه الصورة التفاف النص ومن ثم أمام النص. طيب، راح نكبر هذه الصورة بهذا الشكل، ممكن طبعا تكبر أكثر بهذه الطريقة. جيد. الآن راح نضيف شكل مشابه لهذا الشكل من إدراج أشكال، ونختار طبعا هذا الشكل، نرسم هذا الشكل. ننوه أن جميع هذه الصور المستخدمة في هذه المحاضرة ستكون متاحة لكم بالتحميل مجانا مع هذه المحاضرة. وطبعا من ثم راح نعكس الصورة، نضغط على هذا الخيار وطبعا نعكس اتجاهها بهذا الشكل. الآن جيد، وطبعا راح نخليها بهذه المنطقة، وطبعا راح نتحكم بهذه الصورة بهذا الشكل بهذا المقدار. طبعا ممكن انه نصغرها قليلا، وطبعا تكون الى اليسار. جيد. الآن راح نعبي هذا الشكل بصورة من خلال تنسيق تعبئة الشكل ومن ثم صورة. راح نختار هذه الصورة. نلاحظ ان الصورة لا تأخذ الشكل بنفس حجم الصورة. طيب، الآن من قائمة تنسيق اختصاص الصورة ونختار احتواء. لابد انه نكبر الصورة اكثر بهذا الشكل بهذه الطريقة طبعا. جميل. الآن لابد انه الشكل يكون اعلى الصورة. نضغط على الشكل كليك ايمن، ومن ثم نختار احضار الى المقدمة. لاحظ انه الشكل اصبح امام الصورة وبطريقة جميلة. الان راح نضيف النصوص والعناوين من ادراج مربع نص، ونختار رسم مربع نص، وراح نكتب اسم الكتاب اللي هو اسرار الكون. من الصفحة الرئيسية راح نكبر النص، وطبعا راح نختار نوع خط اللي هو راح يكون GIST، وطبعا راح يكون اللون ابيض. فقط نلغي الاطار والمخطط او اللون الخلفية الخاصة بالشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. من الصفحة الرئيسية نضغط على بولد. طيب، الان ممكن نكبر مربع النص. لا بأس من تنسيق تأثيرات النص، نختار ظل، ممكن يكون جميل. طيب، الان طبعا ممكن نفسه هذا النص ناخذ من عنده نسخ، نخليه هنا مثلا. مثلا بهذه الطريقة ممكن نضيف نص صغير بهذا الشكل، وطبعا راح نكتب هنا تأليف أحمد الماجدي مثلا، اسم لا على التعيين في هذه الطريقة. وطبعا ممكن بهذه المنطقة نكتب التاريخ مثلا، ممكن بهذا الشكل. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف كتاب احترافي. طبعا ممكن يكون غلاف كتاب، ممكن يكون غلاف بحث أو تقرير أو حتى مجلة. طبعا العمل احترافي جدا وبسيط بنفس الوقت. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة.